برحب بمشاهدينا في كل مكان وحلقة جديدة من برنامجكم عيادة الذكورة. النهاردة هنتكلم في موضوع هام جدا ويعتبر سبب رئيسي وسبب مباشر في تأخر الإنجاب، هو موضوع زيرو حيوانات منوية. يعني إيه الموضوع اللي أنا بتكلم فيه؟ يعني إيه زيرو حيوانات منوية وأسبابه وكيف يتم تشخيصه وعلاجه؟ كل ده هنعرفه النهاردة مع ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو، دكتور أحمد العياشي، استشاري أمراض الذكورة والعقم بمركز مصر للذكورة. برحب بحضرتك يا دكتور، دايما منورنا. ربنا يخليك. طيب دكتور، زيرو حيوانات منوية يعني يمكن مصطلح مش دايما الناس بتسمعه أو مش متعرف عليه، نعرف الأول يعني إيه وبعدين إزاي بيتم اكتشافه؟ معلش أنا مختلف معك شوية، هو بقى مصطلح دارج دلوقتي، حالات كتير. فعلا حالات بقت متكررة كتير جدا في العيادات. يمكن الحالات كتير بس مش يعني، أو يمكن أنا ما سمعتوش كتير. هو طبعا بيشكل صدمة لبعض العيانين ومفاجأة لعيانين تانيين. طبعا هو قصة متكررة. الموضوع بيبتدي في عيادات النساء في الغالب، زوجين بيتجوزوا كالعادة طبعا، بيتأخرهم سنة أو أقل أو أكتر حسب ظروف الزوجين. يعني طبعا الزوجة بتمر بمراحل من التحاليل والفحوصات، ومؤخرا أو في الآخر دكتور النساء بيطلب إن الزوج يعمل تحليل سائل منوي، فبنكتشف صدفة إن التحليل صفر. صفر يعني السائل المنوي خالي ما فيهوش حيوانات منوية، ودي في الغالب طبعا دي دائما الزوج بيكتشف ده صدفة، لأن كل الرجالة أو الغالبية العظمى منهم طبعا ما بتقدرش تميز ما بين الحيوانات المنوية والسائل المنوي. كل الرجالة بيخرج منها سائل منوي إذا ما هو عنده قدرة على الإنجاب. تمام مظبوط. هو الحيوانات المنوية لا تشكل أكتر من 5% من السائل المنوي اللي بيخرج من أي راجل، وبناء عليه أي حد هيفقد 5% أكيد طبعا مش هيحس بالفرق ده. فإحنا بنعمل أول تحليل فبنكتشف إن ده الوضع، سائل منوي فاضي مفيهوش حيوانات منوية. طبعا لازم نكرر التحليل تاني لأن وارد فيه الخطأ البشري. يعني تكرار التحليل التاني بأنه برضو صفر حيوانات منوية ده بيؤكد وجود المشكلة. تمام. إن عندي سائل خالي مفيهوش حيوانات منوية وبناء عليه مش هيحصل إنجاب. طيب أول حاجة طبعا أكيد المريض أول ما بيسمع كده زي ما حضرتك قلت بيتخض وبيتصدم وحالته النفسيه بتبدا تسوء. تمام مظبوط. واحنا هنا مش عشان نقلق الناس او نخضهم، لكن بالعكس حضرتك بتديهم الامل. يعني انه مريض يسمع حاجه زي كده، هل الحاله النفسيه بتؤثر تاثير وقد ايه يا دكتور؟ وحضرتك بشر الناس يعني. شويه بنتكلم يعني في الطب المجرد، احنا صحيح مهم جدا الامل وان احنا نبشر العيانين، بس انا معني اكتر من الامل بان العيان ده يبقى فاهم حالته وان احنا نشخص حالته كويس قبل ما احنا نبقى مجرد ان احنا بندي امل للعيان واحنا مش فاهمين ايه اللي بيحصل. اوكي، هو احنا اهم شيء احنا دلوقتي اتاكدنا ان دي حاله هذا المريض، التشخيص ده انه خلاص بيعمل تحليل سائل منوي وده متكرر صفر حيوانات منويه. اوكي، اللي معنيين بيه بعد كده ان احنا نعرف ايه سبب المشكله دي اللي احنا بنسميه التشخيص. تمام. الا بنشخص العيان مفيش اي حد لا هيعرف يديله امل ولا هيعرف يعالجه. التشخيص مهم جدا في الحالات يعني اللي زي سبب زيرو حيوانات منوية. هو ده بداية الطريق من هنا للعلاج. صح كده. هو طبعا اوتوماتيكالي دكتور النساء بيحول العيان دوت لدكتور ذكورة متخصص وما بيحاولش انه يجتهد معاه. يعني القصة بقى بتبتدي في التشخيص بعد كده، ايه هي اسباب ان هذا الشخص او هذا المريض بيعمل تحليل سائل منوي يطلع فيه صفر حيوانات منوية. تمام. طيب دكتور، لو يعني بعض الأحيان كده بيحصل أنه ممكن طبيب النساء يدي الشخص ده علاج، أو مثلا هو يسمع لصديق يقول له ده أنا كنت كده، أو مش عارف صاحبي كان كده وخد العلاج ده خد جربه. وارد وبنشوفها، بس نسبة قليلة قوي من دكاترة النساء لأن الموضوع مش صغير. ممكن لو العين عنده خلل في تحليل السائل المنوي، ضعف في حركة، عدد قليل، ممكن هو دكتور نساء يجتهد. ومش كل الدكاترة، هي الدكاترة شوية اللي معنية بالحقن المجهري هي اللي بتجتهد في مثل هذه الحالات. تمام. ليهم علاقات شخصية بدكاترة ذكورة محتكين بالمجال دوت مع بعض طول النهار، فممكن هو يجتهد بشكل شخصي. إنما حالات زي دي نسبة قليلة قوي اللي بتتدخل فيها. هو أول ما يعرف إنه صفر يبتدي يوجهه دكتور على طول على دكتور ذكور، وده صح. تمام. يعني طيب إذا تأخر العلاج أو اتعالج غلط. تمام. يعني برضو حضرتك عارف انه ممكن يكون مثلا المريض بيسمع لأصدقائه الأهل والأصحابه يقولوا ده حصل حالة زي كده وخدت الدواء ده وبقت الدنيا تمام، فممكن بص التأخر مش هيفرق قوي خلاص، ولكن هو العلاج الغلط هو اللي هيفرق معنا. هو التأخر لا، لأن هو الموضوع مرتبط بأن الشخص ده يتزوج. أو ممكن يتزوج عنده 20 سنة، 25 سنة، 40 سنة، احنا بنكتشف يعني عند الزواج. السن مش عامل. لا طبعا ما بيفرقش معانا قوي. انما هو العلاج الخطأ هو اللي بيفرق معانا، والعلاج الخطأ في الغالب بيكون مبني على تشخيص غلط
او اساسا ما فيش تشخيص، يعني هو اجتهاد كده بشكل مباشر، ادويه بتتكتب في روشتات. تمام. بس فالوقت ملوش علاقه بالموضوع خالص. طيب جميل. اسبابه ايه يا دكتور؟ اسبابه احنا عندنا ثلاث عناوين رئيسيه، ثلاث اسباب كبار لازم كل عيان يتحط لازم يتصنف تحت واحد منهم، يعني ما عندناش سبب رابع. احنا في الطب ما اكتشفناش اربع اسباب، اكتشفنا ثلاثه بس. يا اما ده يكون خلل في الهرمونات، خدت بال حضرتك، او طبعا. الاشاره، عشان نبسط للناس، الاشاره اللي طالعه من المخ ومسؤوله عن انها تدي امر تشغيل للخصيه دي انها تنتج حيوانات منويه. خلاص بيكون في خلل في الجزئيه دي. يا اما يكون في خلل في الخصيه نفسها، احنا بنسميه خلل وظيفي في الخصيه. الخصيه زي اي عضو في جسم البني ادم ليه وظيفه. هي مش ممكن تكون متوقفه عن وظيفتها، متوقفه او فيها خلل. انا بحب دايما كلمه الخلل، ما بحبش اقول التوقف. طبعا. خلاص في خلل بنسبه ما تتفاوت بين العيانين. يا اما يكون الاشاره كويسه جدا وما فيش خلل في الخصيه ولا حاجه، ولكن في انسداد في القنوات او الانابيب اللي بيمشي فيها الحيوانات المنويه. اي عيان بنكتشف ان هو زيرو حيوانات منويه، لازم حاجه من الثلاث، لازم يكون عنده حاجه من الثلاثه، ما ينفعش يبقى بره الثلاث اسباب دول. طيب ويعني الثلاث اسباب دول في منهم بيتعالج دوائي بشكل دوائي، في منهم بيتعالج بشكل جراحي، طبعا صح كده؟ طبعا حسب كل حاجه، كل حاجه وليها طريقه في التشخيص وليها طريقه في العلاج. النسبه في ازدياد، والله النسب اللي مكتوبه في الكتب يعني الموضوع بيمثل حوالي 20% من الحالات اللي الحالات عندها بتشوفها بشكل يومي حضرتك. لا لا، دي النسب اللي مكتوبه عندنا في الكتب، 20% من الحالات اللي بتعاني من تاخر انجاب بنكتشف ان هي زيرو حيوانات منويه، انما انا من واقع خبرتي بصراحه الموضوع اكتر من كده بكتير. طب ايه اكتر من كده؟ وهل هو في ازدياد؟ هل ممكن يكون سلوكيات الناس بتزود المشكله دي، اللي الموضوع يعني ليه علاقه زي ما بنسمع كده التدخين مثلا بيؤثر طيب معلش هنا هيبقى في نقطه اشتباك شويه. هو التدخين مش سبب مباشر، عشان بس نتكلم في الموضوع دوت. التدخين عموما في تاخر الانجاب ليس سبب مباشر، من ضمن الاسباب حتى، هو من ضمن العوامل السلبيه المؤثره بالسلب على الموضوع ده، ولكن ليس سبب مباشر. اوكي، وبناء عليه لا، هي الحاله دي حاجه اعمق شويه من فكره التدخين. يمكن احد السلوكيات اللي تم رصدها على انها ممكن تكون سبب وغير مبرر هو السمنه المفرطه. بعض الناس اللي عندهم سمنه مفرطه ممكن يبقوا زيرو حيوانات منويه بدون تفسير. لكن الموضوع ملوش علاقه مثلا انه حد يكون عنده وزن زايد قوي خس بسرعه جدا، او العكس حد رفيع قوي تخن، يعني ما بتبقاش اسباب مباشره زي ما قلت لحضرتك. هو الموضوع لكن مرتبط ممكن اكتر، لكن ممكن يا دكتور تزود المشكله، يعني حد عنده مشكله فدي بتزودها. هو الحاجات دي مرتبطه بشكل تاني بان بيكون مصاحب ليها خلل في الهرمونات، ده اللي ليه علاقه مباشره بالموضوع. مش التخن نوع، لكن الدنيا كانت تبقى مشكله، مش كل الناس تخانه يبقى عندهم حالة طبعا لا حالة. لكن في بعض عوامل بتزود المشكله، تقصد كده يعني؟ ممكن. طيب ممكن لها تاثير سلبي. نتكلم بقى دكتور عن كل نوع. حضرتك قلت لي ممكن بيبقى ليه ثلاث اسباب. لازم يكون واحد من ضمن دول ثلاث عناوين الكبار الاساسيين بتوعنا، يعني خلل في الهرمونات او في الاشاره كده اللي طالعه من المخ ومسؤول عن التشغيل. يا اما المصنع نفسه في مشكله، في خلل وظيفي في الخصيه نفسها، او انسداد زي ما احنا قلنا. تمام. طيب كل حاله من دول هو يمكن شويه الجزء، يعني هو اللي انا عايز حابب ان انا اتكلم عليه هو الشق الثاني او السبب الثاني اللي هو الخلل الوظيفي، على اعتبار ان هو نسب الجزء الاولاني الخلل في الهرمونات او الانسداد هي نسب محدوده وهي الاسهل في التعامل. يعني خلل الهرمونات ده سهل، ان سهل هو جداً. بادويه تشخيصه سهل وعلاجه اسهل. الانسداد نفس الحكايه برضو، تشخيصه سهل وليه علامات يعني، وعلاجه برضو محدد ومعروف جراحي جدا. وهنا دول في الحالتين احنا بنتكلم على ان احنا ممكن نقدر نشغل الخصيه دي بشكل او باخر. فهو ده اللي مسهل الامور، انما اللي صعب لو كان هو متشخص على انه خلل وظيفي في الخصيه. يعني اصعب الاسباب هو الخلل الوظيفي. طيب ازاي بيتم علاجه؟ هو الاول احنا هنشخصه الاول، لان ممكن جزء من التشخيص يكون مرتبط بالعلاج. خلاص، هو احنا الاول بنشخصه نمره واحد بالاستبعاد، لازم نستبعد ان ده مش خلل في الهرمونات وده مش انسداد، اذا هيتبقى لنا ان دوت يكون خلل وظيفي في الخصيه. احيانا في بعض العيانين بيتسرعوا شويه وبيعملوا حاجه اسمها عينه من الخصيه، ده بيؤكد التشخيص، بياخد جزء من الخصيه ديت وبيحللها تحليل انسجه، فده بيثبت ان في خلل وظيفي في عمليه تصنيع الحيوان المنوي. الاسباب بقى تتعدد، اوكي؟ في منها اسباب، ودي النسبه الاكبر، يعني حوالي 83% او 80% من العيانين بيكون السبب غير معلوم شويه، ويمكن 17% او اقل ممكن ده بيكون نتيجه خلل في الجينات. تمام. كل عنوان من دول برضو تحتيه تفاصيل، يعني ايه الخلل اللي في الجينات ده، في كذا كذا خلل ممكن يسببه القصه دي. اما في حالات احنا بنشوفها
مش عارفين ايه سببها، وبناء عليها بتندرج تحت النسبة الاكبر، ولكن هي حاجات واضحة بالنسبة لنا قوي. يعني الناس اللي عندها خصية معلقة ده سبب من الاسباب، ده سبب من ضمن الاسباب اللي بيعمل خلل وظيفي في الخصية. انما ليه هو بقى عنده خصية معلقة؟ دي مش معروفة. الحاجة التانية مثلا الناس اللي بتاخد علاج كيميائي او علاج اشعاعي ما بعد البلوغ، ده برضو ليه تأثير سلبي، بيعمل فشل او بيعمل خلل في الوظيفة بتاعة الخصية. دي من ضمن مثلا الحالات. انما في الغالب العام بصراحة النسبة الاكبر من العيانين ما بنلاقيلهاش سبب واضح وصريح، يعني لا هو عنده خصية معلقة، ولا هو اتعرض لعلاج كيميائي، ولا اتعرض لكن حتى هو عنده مشكلة التهابات ومشكلة قائمة، وليس عنده خلل جيني. ودي النسبة الأعرض من الناس. طيب قبل ما نعرف العلاج بيتم ازاي او خطة العلاج بتمشي ازاي، في مشاكل ممكن تحصل للطفل يعني منذ الطفولة، فالأم تاخد بالها انه ابنها معرض في المستقبل ان يبقى عنده مشاكل في الخصية او يعني او مشاكل في موضوع الانجاب، فتبدأ تاخد بالها؟ هو ده كلام حك مظبوط يعني، بس ويمكن يكون صعب شوية في مجتمعاتنا، بس طبعا هو ان الامهات ممكن تلاحظ حاجات معينة، ده بيبشر بان المريض ان الشخص ده هيبقى عنده مشاكل بعد البلوغ. واهمهم طبعا على الاطلاق وجود الخصيتين من عدمه، واحدة او الاثنين. تاني حاجة نمو الخصية نفسه، دول الحاجتين المباشرتين اللي يفرقوا معانا هذا الشخص هيدخل في مشاكل اثناء فتره البلوغ وما بعد البلوغ ولا لا. طبعا. انما بالنسبه للعلاج الكيميائي والاشعه والكلام ده كله، في الموضوع فيه كلام شويه، على اعتبار ان هو اوريدي الخصيه دي لسه ما اشتغلتش، فسواء العلاج الكيميائي او الاشعه مش هياثروا فيها بالسلب يعني. طبعا وجود امراض مزمنه عند الاطفال ده من ضمن الحاجات اللي ممكن يكون لها تاثير سلبي في مرحله دكتور زي مثلا فشل الكلوي والفشل الكبدي والحاجات دي كلها ممكن يكون لها تاثير سلبي. يعني طب بيبقى مطلوب من الام ايه هنا؟ يعني لما مش مطلوب منها غير ان هي ترصد المشكله. هل يعني بتتابع مع طبيب ذكوره مثلا؟ طبعا لازم الدكتور اطفال، وهو بيوجهها لدكتور ذكوره او هي بتوجهها بشكل مباشر. من سن قد ايه تبدا؟ مش من سن، هو دايما احنا مجتمعاتنا مهتمه جدا بالامور اللي زي دي، هي الام دايما او الاب بيلاحظوا الجهاز التناسلي وتطور الجهاز التناسلي. فلو هم حسوا باي مشكله في اي مرحله أي عمريه مفيش ضرر ان هم يتاكدوا من الطبيب ان مفيش مشكله. طبعا طبعا. طيب هنتكلم عن كيفيه العلاج بالنسبه بقى للحاله اللي حضرتك قلت عليها، ازاي خطه العلاج بتمشي، ومده العلاج ممكن تبقى قد ايه، ونسبه نجاح العلاج قد ايه. لكن احنا دكتور هنطلع فاصل قصير جدا ونرجع تاني، خليكم معانا. لسه مكملين حلقتنا في عيادة الذكورة مع دكتور أحمد العياشي استشاري أمراض الذكورة والعقم بمركز مصر للذكورة، وموضوع حلقتنا النهاردة زيرو حيوانات منوية. برحب بحضرتك يا دكتور مرة تانية. في الجزء الأول من الحلقة اتعرفنا على المشكلة وأسبابها، وحضرتك قلت الموضوع كله بيندرج تحت ثلاث عناوين رئيسية، يعني ما بيطلعش عن الثلاث عناوين دي. هنتكلم في الجزء الثاني عن كيفية العلاج أو خطة العلاج زي ما بيقولوا. نبدأ بخلل الهرمونات، إزاي بيتم هو العلاج؟ بشكل مبدئي لازم تشخيص، لو معرفناش نشخص مش هنعالج خلاص. طيب. كده ده حاجة محورية ولازم العيان يبقى فاهمها كويس قوي. احنا والتشخيص يا دكتور مش معناه التحليل، يعني مش معناه ان هو التحليل ده عنوان المشكلة وليس أسبابها. طيب. ده العنوان. خلاص احنا عملنا التحليل طلع صفر حيوانات منوية، انما مش عارفين ليه هو صفر. لكن اللي يروح لطبيب ويقول له تحليلك كده فخد العلاج ده، يبقى هو كده في خطأ. سؤال بديهي، طب العلاج ده لايه؟ تمام، هي دي النقطة الأساسية. فاحنا الأول التشخيص، خدت بالك لازم نفرق او لازم نحدد هو اي سبب من الثلاثة. أوكي. تمام. فده طبعا بيعتمد على اللي هو اللي بيسموه الهيستوري او التاريخ المرضي بتاع العين. هل العين ده كان عنده مشاكل قبل البلوغ؟ العيان ده حصل له مشكلة أثناء فترة البلوغ؟ العيان ده حصل له مشكلة ما بعد البلوغ؟ كان عنده التهابات في الخصية قبل كده إلى آخره. الجزء الثاني متعلق بتحاليل إحنا بنعملها، خدت بالك فحوصات، تحاليل دم أو أشعات إلى آخره. والشيء الأساسي واللي دايما أنا لا أغفله ودايما بأكد عليه هو التشخيص، الكشف الإكلينيكي. تمام. ده مهم جدا 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 للدكتور وللعيان. خلاص دول الثلاث محاور الرئيسية اللي هيشخصوا للعيان. خلاص تاريخ مرضي، تشخيص اكلينيكي، لازم الدكتور يكشف على العيان.
تمام. وعشان كده احنا بنقول يا ريت دكاتره النساء شويه يساعدونا يعني اول ما يشوفوا حالات زي دي يحولوا للدكتور ذكور على طول، لان هو مش هيقدر يكشف على العيان. الحاجه الثالثه بقى الفحوصات والتحاليل اللي دكتور الذكور هيطلبها كفاما يتراءى لي ازاي هو هيعرف يشخص العيان ده. تمام. خلاص احنا عملنا كل الثلاث حاجات دي، هنبتدي لازم نتحط تحت عنوان من العناوين الثلاثه الرئيسيه. واول عنوان عندنا خلل في الهرمونات. ده الابسط وللاسف الشديد هو الاقل حدوثا يعني. الحكاية كلها بناء عن تحليل الهرمونات، الهرمون اللي فيه نقص احنا هنعوضه وده بيتاخد عن طريق علاج خارجي، حقن بقى، تيجي اقراص، تيجي زي ما تيجي، على حسب على حسب نتائج التحاليل، ايه اللي عندي فيه نقص هو السبب في مثل هذه الحالة وانا ادي بيه علاج. مش حابب ادخل في التفاصيل قوي وادي اسامي هرمونات وبتاع، لا مع ان يعني العين ده عارف كل، في معظم العينين دول حافظين حالاتهم. طبعا حافظين حالاتهم. طيب الهرمون لو في نقص او في زياده بيؤدي المشكله يعني برضو الزياده زي النقص؟ لا انا بقى قصه، لما اقول خلل في الهرمونات يبقى نقص، يبقى ده معناها نقص لان كل العينين دول عندهم، في عينين منهم عندهم زياده في الهرمونات. في هرمون اساسي في التشخيص اسمه الاف اس اتش، طبعا انا بقوله زي ما هو لان العينين حافظينه. انا سمعت قبل كده والعينين حافظينه خلاص. علو هذا الهرمون ليس مرض، لان ده الخطا اللي انا بسمعه من كل العينين. هو جاي يكشف ومشكلة يقول أنا عندي زيادة في الهرمونات وأنا عايز أقلله خالص، مش دي القصة. علو هرمون الـ FSH ليس بمرض، علو هرمون الـ FSH ده إشارة ومؤشر على إن الخلل في الخصية. تمام. فأنا ماليش علاقة بيه يعني، مهمته بتنتهي عند إن أنا عند أعمله تعريف تحليل الموضوع بس. إنه عالي بس، قصة انتهت على كده، أنا لا أتدخل في أكتر من كده بالنسبة لهذا الهرمون. إنما اللي أنا أقصده بخلل في الهرمونات هو نقص في هرمون الـ FSH ونقص في بعض الهرمونات التانية زي هرمون الذكورة، لأن ده هرمون أساسي لتصنيع الحيوان المنوي. اي نقص في الهرمونات بيتم تعويضه بشكل او باخر. بس في هنا نقطه مهمه جدا برضو، لان ده انا صادفته في العياده، ان حتى التعويض لازم يكون بحساب. لانه ممكن برضو تزيد، مش تزيد بس، لا حتى الادويه نفسها بتتاخد غلط. خلاص يعني انا جالي عيان من حوالي 6-7 شهور كده، العيان ده كان راح عمل تحليل لقى عنده نقص في هرمون الايه الذكوره، فقام دكتور مديله هرمون ذكوره، مفيش، بعد ما خد العلاج بشهر جاي بيعمل تحليل سامل نفسه صفر، يعني هو في الاساس ما كانش صفر اصلا. فده اثر بالسلب على الحيوانات المنويه. فبنكرر تاني، مش كل نقص في هرمون الذكوره بتاخد له دواء واحد. لا هيفرق. فهنا نوع الدواء اللي بيتاخد مهم قوي. خلاص، فهنا الحاجه بتتعامل بحساب. تمام. يعني المفروض مثلا انه المريض، عشان برضو يعني في ناس بتسمعنا ممكن تقلق شويه، تمام، هو راح لطبيب متخصص واداله دواء وهو بياخده، تمام، طيب يتابع بقى يعني يعمل تحليل هرمون كل قد ايه علشان يطمن انه مفيش مشكله؟ لا هو بيتابع زي ما الدكتور بيطلب منه. في الغالب طبعا احنا بندي علاج هرموني مش لمجرد بس ان الهرمون يتظبط، لا احنا عايزين الابعد من كده، ان الهرمون يتظبط والتحليل يتحسن طبعا. وبناء عليه احنا في الغالب العام يعني بنستنى دوره كامله لتصنيع الحيوان المنوي، ففي الغالب بتكون متابعته كل 3 شهور. تمام، خدت بالك. ممكن الدكتور علشان العيان ده هو ما يفقدوش يعني يستطول فترة الثلاث شهور، ممكن مثلا كل شهر ونص نعمل تحليل هرمونات، بس تحليل السائل المنوي ما بنتعملش قبل 3 شهور. تمام. طيب كده ده الخاص بالخلل في الخلل في الهرمونات. طيب. هو الموضوع بيتشخص ببساطة جدا، بس العلاج هو اللي بيتاخد بحذر، ولازم يكون اللي بيديه حد فاهم كويس عشان ما يجيبش نتائج ومشهود له بالكفاءة يعني. تمام. الحاجة التانية الانسداد برضه، ده احنا بنشخصه الثلاثه الحاجات الاساسيين اللي احنا اتفقنا عليهم. تمام. تاريخ مرضي العين بتاخد كويس جدا وبحرص شديد. كشف اكلينيكي ما يقدرش يعمله غير دكتور ذكوره متخصص، دي شغلته يعني. الجزء ده من الجسم هو يعني هو درسه تمام. يوميا بيتعامل معاه. الجزء الثالث هو يقدر ينقي ايه اللي يقدر يعمله من التحاليل ومن الفحوصات. تمام. احنا شخصنا الجزئيه دي. في الغالب العام مهم جدا ان احنا نحدد فين مكان الانسداد، لان هو مكان الانسداد ممكن يكون يعني في اكتر من مكان، في يعني ممكن يكون المريض عنده اكتر من انسداد. لا هو دي صعبه ما شفناهاش، بس في اكتر من مكان فيهم احتماليه الانسداد، مش مكان واحد بس. خلاص. وهنا في شويه تفاصيل شويه احنا ممكن نتكلم عنها بعد كده، بس المعلومه اللي انا عايز اوصلها للعيان بشكل سريع ان مش كل انسداد بنصلحه. يعني في انسدادات مش مهمة انها تتصلح، ولا اصلا هي ما تتصلحش؟ لا هو التشخيص فيها مهم الاول، كده انا عرفت واطمنت ان الخصية دي شغالة بنسبة 100%. الجزء الثاني هل هتتصلح ولا مش هتتصلح، هنا هندخل في شوية تفاصيل، لان مش كل انسداد احنا بنعمل له اجراء جراحي ونصلحه. ايوه مظبوط. تمام. هل الانسداد ده ممكن يعني يرجع تاني لو مريض يعني خضع للعلاج
ممكن الانسداد يحصل تاني ولا؟ طبعا ده جزء من الموضوع. خلاص انت محتاجة علشان تاخدي قرار بانك انت تصلحي انسداد لازم تعرفي مكانه، ده نمرة واحد، تقدري تحددي هو موجود بقاله قد ايه. وفي نفس الوقت الاجراء الجراحي اللي هيتعمل ده لازم يتعمل بحرفية شديدة جدا. لما تيجي نحط كل دول على بعضه، في بعض الاماكن نسب، لا مهمة، ان نسب نجاح الحقن المجهري هي تعادل او تفوق نسب نجاح الاجراء الجراحي نفسه. فاحنا ما بنعملهاش، ما بنعرضش العيان لمثل هذه الجراحة وعندي بديل اسهل وافضل ونتائجه احسن. تمام. وبناء عليه مش كل انسداد بيتصلح. طيب. انا عارف ان انتم محتاجين تفاصيل اكتر، بس انا ان شاء الله ما هو حضرتك هنفرد بتبقى موضوع خاص للموضوع ان شاء الله. حضرتك بتبقى حابب تدي المعلومه كامله، لكن برضو دي معلومات بسيطه عن حاجات معينه تفرق مع العيان. طبعا. طيب نيجي بقى للسبب اللي هو يعتبر اساسي ونسبته كبيره، السبب الاشمل والعام اللي حضرتك قلت عليه، الخلل الوظيفي اللي في الخصيه. مظبوط. احنا خلاص نمره واحد بنعرفه بالاستبعاد، ده ليس انسداد وليس خلل. يبقى يعني اكيد تاني حاجه العيان غالبا بيبقى جاي معاه عينه من الخصيه، او يعني تحليل انسجه لجزء من الخصيه دي. ولو مش مع حضرتك بتطلبه؟ لا مش بالضروره اطلبه. خلاص احنا كدكاتره ذكوره النهارده، لا مش بالضروره ان انا اطلب عينه تشخيصيه. ده بقى هيدخلنا في قصص بقى ايه هي العينات وامتى بنعمل العينه الى اخره. المهم انا شخصت العيان الاول على ان هو عنده خلل وظيفي في الخصيه دي. طبعا. سواء بالاستبعاد زي ما اتفقنا، او سواء بان المريض ده جاي معاه تحليل انسجه او عينه سابقه عملها قبل كده تشخيصيه للخصيه دي. بس نبتدي ندخل بقى في مراحل العلاج. خدت بقى جزء اساسي بيتعلق بالسبب، يعني اذا كان هو العلاج ده يعني في اسباب ممكن انا اقدر اتعامل معاها الغيها ولا لا. خدت بالك؟ بس في الغالب العام معظمها اسباب لا يمكن التعامل معاها. فاحنا بندخل في كذا طريق كده احنا بنرسمهم للعيان. الشاهد ما عنديش في العينين دول حاجه محدده، مفيش ثوابت يعني يا دكتور؟ لا طبعا بيحكمنا قواعد في الطب، ما اقدرش اقول كده. بس الحالات دي تحديدا لان يا اما اسبابها صعب جدا التعامل معاها، يعني واحد هو اصلا خد علاج كيميائي او جاي لي واخد علاج اشعاعي، او العيان ده عنده خلل في الجينات، دي اسباب احيانا بيكون صعب التعامل معها. اما صعب ان انا الغي السبب المباشر للحاله، سبب حصل وخلاص. فانا هنا ما ينفعش انا ما اتعاملش مع العيان. بس السبب المباشر صعب ان انا الغيه. خدت بال حضرتك؟ وده الغالب برضو في الحالات اللي زي دي. الشاهد انا هنا العيان ملوش حاجه محدده يعني انا بديها له، يعني دايما خطه علاج محدده. خطه زي ما انت قلتي، انما مش حاجه محدده. انا بقولش العيان انت اعمل كذا، ولكن بحط العيان في خطه، الخطه دي بتشمل كذا حاجه هو بيعملها على فتره زمنيه معينه. ده اللي مهم جدا بالنسبه لي. انت مش عيان خلل الهرمونات هياخد هرمونات، انسداد هيعمل عمليه. الخلل الوظيفي اللي في الخصيه مش كده خالص. لا ده خطه علاج هيتعمل فيها اكتر من حاجه، ممكن يكون جزء منها علاجي، جزء منها جراحي، وهناخد فتره زمنيه محدده هيبتدي نتابع فيها العيان. تمام. يعني تقريبا الفتره الزمنيه دي بتبقى قد ايه يا دكتور؟ دايما الناس بتبقى يعني مستعجله على النتيجه. على حسب اللي هيتعمل للعيان، يعني ما اقدرش احدد فتره زمنيه. طبعا بس مش اقل من 3 شهور يعني. بدايه من 3 شهور فيما فوق. ده مظبوط. تمام. حضرتك بتحط الخطه للمريض وبتدي له نصايح لازم يمشي عليها غير الادويه طبعا والعلاجات والخطه نفسها. تمام. بتكون ايه النصايح دي؟ لا بص، هو ما عندناش نصايح في حالات زي دي، يعني عادي جدا. يعني هو زي ما اتفقنا ما هياش مرتبطه بسلوكيات. ده مرتبطه بامراض معينه، الامراض دي امراض يعني احيانا كتيره بيكون صعب التعامل معاها. هي الموضوع كل اللي بطلبه من العيان شويه ان احنا نكون ملتزمين بخطه العلاج اللي احنا هنحطها. بس وان هو يكون دايما متفائل بان احنا ان شاء الله ربنا يكرمنا ويبقى في حل للموضوع يعني. طيب هل صادف حضرتك حالات بالنسبة لحالات الخلل الوظيفي تمام راحت لأكتر من طبيب وتعامل معها بشكل خاطئ؟ طبعا. يعني بيحصل. أخر النتيجة بيحصل. هو العين أصلا بيروح للطبيب من أول يوم، فغالبا أي خطأ بيتم هو بيكون خطأ طبيب مش خطأ مريض، يعني عشان نبقى بديهيين هو خطأ طبيب في الأساس. أيوه. هو العين أول ما بيتشخص ما بيعرفش يتصرف، وبناء عليه إحنا بنتكلم في أن دي لا حالة يعني اللي بتصرف فيها بشكل مباشر وبشكل كامل هو الطبيب مش العيان خالص. طيب يعني المريض يعرف ازاي ان هو رايح لطبيب بيعالجه صح؟ ما هو نمرة واحد رايح مش فاهم. نمرة واحد التخصص. تمام. ده نمرة واحد، ده بديهيات. تمام. نمرة اتنين هو وهو قاعد لو قدر يطلع من الطبيب اللي بيتعامل معاه بتشخيص يبقى هو مش صح.
ومش كل واحد هيروح للدكتور. ما انا مش طبيب، انا كمريض يعني اروح للدكتور مش متخصص، مش فاهم اللي بيتقال. بس في منطق في الاشياء بيحكمها. خلاص انا رحت للطبيب حسيت انه فاهم، اولا هو متخصص، ثانيا حسيت انه فاهم حالتي وبيوصل معايا لتشخيص، يبقى اكيد ماشي صح. لكن علاجات معينه ينصح هو بيها، هو يلتزم بخطه علاجه بس يلتزم. مظبوط. هل اللخبطه في العلاج ممكن تؤدي الى انه العلاج بالكامل ما ينفعش بعد كده؟ يعني زي ما قلت لحضرتك انه احنا دايما شعب بالفطره كده عاطفي، يقول اسال مجرب ولا تسال طبيب، ويعني دايما الواحد بيسال اللي حواليه، اصدقائه المقربين اليه، اهله. لو خد علاج غلط من حد من قرايبه، خاصه في الحاله دي، ممكن يؤثر عليه بدرجه قد ايه؟ هو علاج خطا. يعني وارد كل الاحتمالات. وارد انه يتصلح. وارد ما يتصلحش خالص. لا خالص يا فندم، وارد انه يبوظ حاجه تانية في جسمه. يعني أصلاً. هو جاي يصلح حاجه يبوظ حاجه تانية خالص، فممكن يصلح دي مشكلته بس الاساسيه. طبعا ده مش وارد، وعشان نبقى واقعيين برضو ده ما بيحصلش في الحالات دي تحديدا. انا قلت لحضرتك ممكن بعض الدكاتره، مش هقول لك العيانين، بتجتهد في بعض الحالات، انما العيان ده تحديدا لا، صعب شويه. ما بيسمعش كلام. طب هو كويس. لا لا، هو العيان ده بيسمع الكلام. انا على فكره العيان ما بيسمعش كلام اللي حواليه، يعني ما بياخدش خبره اللي حواليه. لا، في انه ياخد ادويه ما اعتقدش، ما شفتهاش. هو ممكن يجرب طبيب من عشان سمع عن عيان زميله وصاحبه قريبه ماشي، انما انه ياخد منه ادويه لا. طيب دكتور، مدى أهمية الحالة النفسية؟ وأنا دايما يعني بأكد عليها في كلامي لأنها مهمة جدا. يعني الشخص لما تكون حالته النفسية جيدة، ده عامل من عوامل يعني نجاح العلاج أو سرعة الشفاء. عامل أساسي، عامل أساسي في أن العيان يتقبل الوضع، الأمر الواقع يعني، وأن هو يكمل خطة العلاج بتاعته. مهم جدا طبعا أن هو يكون متفائل، بس للأمانة هو جزء من هذا التفاؤل بيطلع من الدكتور اللي بيتعامل معاه. يا إما الدكتور ده هيخليه متفائل، يا إما الدكتور ده هيخليه مش متفائل. ومش اقصد بالتفاؤل والتشاؤم ان انا اقول له خليك متفائل وخليك متشائم خالص. احساس المريض بانه هو بين ايدين متخصصه وامينه وفاهمه قوي، ده جزء اساسي من التفاؤل اللي بتنقل المريض، انه حاسس ان هو لقى حد بدا يفهم حالته. خلاص. وعلى فكره معظم العيانين دول للامانه يعني من خلال واقع انا بتعامل فيه، هم ملتزمين جدا، لان هم عايزين يحلوا مشكلتهم، ولا ما كانوش جم اصلا العياده. تمام. لكن مش بيزهقوا مثلا في نص العلاج ده بقى دور الدكتور ان هو ما يخليش هذا المريض انه يزهق. بس الجزء الاساسي متعلق بالطبيب. المريض لما بيلاقي الطبيب حاسس بمشكلته، فاهم مشكلته، قادر يشخص مشكلته، وحطه يعني خطوه بخطوه في خطه العلاج، لا العيان بيكون مستجيب جدا. طبعا تمام. حالته النفسيه بتفرق. دكتور، الحقيقة موضوعات كتير. ده غير ان احنا بننقل المريض ده فعلا حالات احنا مشابه احنا تعاملنا فيها ونسب تجارب نجاح. احنا نسب التحسن. ودي نقطة خطيرة جدا، لان ساعات العام بيكون معلق، في امل في امل بس مش قادر يحدد. يعني في ناس شوية الارقام بتفرق معاه طبعا، فده مهم قوي. احنا نقدر ندي على حسب كل حالة، نقدر ندي نسب احتماليات النجاح، نسبة تحسن ونسبة نجاح. احنا طبعا في موضوعات كتير ما لحقناش نتكلم فيها مع حضرتك النهاردة، لكن على وعد ومشاهدينا بمرات تانية دكتور ان شاء الله تنورنا ونتناقش في كل الموضوعات اللي احنا مفروض نتكلم فيها. دكتور احمد العياشي، استشاري امراض الذكورة والعقم بمركز مصر للذكورة، شكرا يا فندم. شكرا جزيلا، نورتنا. مشاهدينا في كل مكان، يا ريت دايما تتابعوا برنامجنا، ودايما تعملوا كل النصايح اللي بيقولها الاطباء اللي بيكونوا معانا. احنا دايما بنختار نخبة من الاطباء المتخصصين والمتميزين دايما في مجالهم. اشوفكم على خير الحلقة الجاية، والسلام عليكم.